نشعر بذلك، نشعر بأن البرازيل من دون اللاعبية ذواقين دانيال فيش ومارسيلو ناقص في اللعب الهجومي، يعني أو على الأقل ناقص في الكثافة العددية للعب الهجومي، ناقص سند في يجده متعود يجده على الرواقين من مارسيلو ودانيال فيش. كرة في الخطأ أو تماس يكون الحكم لصالح خوان كارلوس باريديس ولصالح منتخب الإكوادور، حكم المباراة الذي أخرج بطاقتين صفراوين لحد الآن لميلر بولانيوس وجيفرسون مونتيرو. كرة في الخلف لصالح جابرييل أتشيلير، أتشيلير يجي نوبوا وصل له الكرة، طلبها من هناك والتير أيوفي، نوبوا يوصل أيوفي معاه، يفضل جيفرسون مونتيرو خلاها لأيوفي، سرعة فائقة وانطلاقة من هناك أيوفي والتوزيع من قائمة الثاني، أو لا لا فازت الخطورة بولانيوس، بولانيوس وين يا بولانيوس؟ هل شاهدت حمام خلف مرمى الحارس أليسون فأردت أن تصطاده بهذه التسديدة؟ كرة ممتازة من هناك من والتير أيوفي من دون ما يوقفها رفعها الميرندا في التغذية، بولانيوس استلمها، وين يا بولانيوس وين؟ بعيدة بعيدة تماما هذه التسديدة من بولانيوس فوق مرمى الحارس رمسيس أليسون، استعاد كثير الحركة منتخب الإكوادور مباراة العشر دقائق هذه الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول بعد أن بدأ الربع ساعة الأول أفضل ثم رجع شوية البرازيل صارت متكافئة في العشر دقائق هذه الأخيرة أو ربع ساعة رجع منتخب الإكوادور صار أكثر خطورة أكثر استحواذ على الكرة أكثر حرارة أكثر اندفاع وأكثر تفوق في الثنائيات في الصراعات الثنائية أمام اللاعبين البرازيليين. شفنا اللقطة اللي اختفها نوبوا من أمام أوغوستو كاد يفتح مجال التسجيل منذ خمس دقائق من الآن عندما سدد كرة من داخل منطقة العمليات. كرة في الخلف أرتورو مينا جنبه المدافع باريديس ولكن يستفيد من تماس بعد تدخل نيمار. سندخل الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول، التعادل 0-0 بين الإكوادور والبرازيل في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى روسيا من منطقة أمريكا الجنوبية. في وسط الميدان الكرة تروح لكرويوزو، كرويوزو الكرة البعيدة من راس، أولالا أولالا كم قال خطأ وضع التسلل أم ماذا هنالك من بولانيوس؟ كانت الراسية من كاسيدو أعتقد الحكم بإشارته، نعم خلف غير مباشرة هي وضع التسلل أم خطأ. المهم كرة لصالح منتخب الإكوادور، هاي اللعبة ليس هناك، نعم 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 وضع التسلل بعد ما لمسها كايسيدو بالراس صارت فيه وضع التسلل وليس خطأ، لذلك الحكم المساعد رفع الراية والرئيس صفر. الوقت الرسمي سينتهي بعد ثواني من هذا الشوط الأول، الحكم سيحتسب ما لا يقل عن دقيقة من الوقت بدل الضايع بسبب سقوط ريناتو أوغوستو منذ حين. وانطلاقة أخرى لصالح أسراد ونصر منتخب الإكوادور عن طريق اللاعب بولانيوس، يا بولانيوس وماركينيوس من أمام كايسيدو يصد هذه الكرة، تقريبا يلعب بمهاجمين اثنين منتخب الإكوادور بإنر فالنسيا منطفئ شوية وكذلك بكايسيدو في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب الإكوادور. وانطلاقة مرة ثانية ضاعت الكرة دقيقة واحدة من الوقت بدل الضايع قال الحكم، تسترجع من كازيميرو وصلها مباشرة لريناتو أوغوستو، هاي الكرة الأخيرة للبرازيل أوغوستو وين؟ ريناتو أوغوستو يرجع لكازيميرو مرة ثانية، ريناتو أوغوستو على الجهة اليسرى الكرة وصلت لقلب الهجوم جابرييل جيزيس، لم تضيع هذه الكرة وخطأ يكون حكم المباراة لمنتخب البرازيل الذي يريد أن يحتفظ بالكرة حتى ينهي هذا الشوط على الأقل بالتعادل 0-0، وفي الشوط الثاني سيكون أمر آخر وشأن آخر وكلام آخر ومباراة أخرى في الشوط الثاني من عمر هذه المباراة بعد أن انكشف أمر الفريقان لحد الآن في هذا الشوط الأول. الدور للمدربين في الشوط الثاني من هذه المباراة للأرجنتين وبوليفي غوستافو كوينتيروس وللبرازيلي ليوناردو تيكي بعد هذه الكرة الأخيرة من نيمار سيصفر بعد حكم المباراة نهاية الشوط. نيمار الكرة مرت سلامات الحكم المساعد رفع الراية.